يستدل بعض الناس على عدم وجوب النقاب بحديث إذا بلغت المرأة المحيط فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعلماء قالوا يثبت، قالوا نزل هذا الحديث قبل نزول آيات الحجاب، قبل نزول آيات الحجاب. والصحيح قالوا العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن المرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا القفازين، ده الصحيح، عرفته؟ أما تغطية المرأة لوجهها ولكفيها وسائر بدنها إذا خرجت هذا من دين الإسلام، والعلماء استدلوا بأدلة كثيرة. سيقول لك آية واحدة بس، ربنا قال بعد أن أمر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب قال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن شنو؟ من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. العلماء قالوا الآية دي فيها دليل على وجوب أن تغطي المرأة وجهها وكفيها. كيف؟ قالوا إذا كان أمهات المؤمنين، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم ديل بيبقى لنا شنو أخواننا؟ أمهاتنا. ربنا أمرنا نحن إذا دارين منا متاع نخاطبهم شنو؟ من وراء حجاب. وربنا قال علل ذلك، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وديل زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام الطاهرات النقيات الطيبات رضي الله عنهن أجمعين، ربنا قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فكيف ببقية زوجات المؤمنين؟ وكيف بنا نحن الذين نحن لسنا بالصحابة الذين هم نزلت في شأنهم الآية، والآية عامة. ربنا قال لهم ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ديل منو ديل؟ ديل الصحابة. نحن ما زي الصحابة ولا بناتنا ديل زي أمهات المؤمنين. فإذا كان ربنا أمر المجتمع الطاهر ذاك بالحجاب فأمروا هذا المجتمع بالحجاب من باب أولى وأولى وأولى، عرفتها؟ وغيرها من الآيات والأحاديث الكثير. يا أخي الفنان لما يتغزل ما بيتغزل في الشباشب ولا في الظفر ولا في اليدين، فهمتها؟ بيتغزل في الوش لأنه ده موضع الفتنة، ولا في زول مشى يتزوج قال أنا بس لو لقيت إصبعي الشمال الكبير ده كويس أنا تاني ما عندي مشكلة، حصل؟ ما تغشوا علينا وما تلعبوا علينا. والفنان كله عيناتك وضيناتك وما عارف ليك وشنو كده، تحدر شنو كده منها اللؤلؤ والجمان، وكذاب ساكت يا زول، كذاب الشغل ده في السودان ما تغش علينا، الله يسترنا ويدخلنا الجنه ساكت، فهمت؟ فشغل كله في الوش، الشغل ده كله في الوش وفي الراس، فانت ما تجي تغشنا نحن، فهمت؟ طيب قبل نجي للوش والكفين ما في شروط ثانيه للحجاب، لانه في ناس بيقول لك انتم متشددين. كويس اتفقنا انه نقاب ما في، اتفقنا انه نقاب ما في، مع انه ذاته ما في واحد من العلماء قال الكلام ده. طيب ربنا سبحانه وتعالى امر المراه ان تلبس جلبابا او ان تلبس لبسا سابغا ساترا. ربنا قال يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن شنو؟ من جلابيبهن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. طيب في شروط للحجاب، إنه يكون واسع واسع ويعم جميع البدن، وإنه يكون تخين ما يكون شفاف وما يكون ضيق، عرفته؟ وما يشبه لباس الرجال ولا يشبه لباس الكافرات، وأن لا يكون زينة في نفسه. كده قبل نجي للوش والكفين، هل الشروط دي الآن موجودة؟ تجيك واحدة تلقاها رابطة نصها تقول لك أفتكر إنه أنتم متشددين والوش والكفين. طيب أنت نصك ده قاعد في راسك؟ ها؟ فطوم أحمد إبراهيم الهالكة قالت أحيي طالبة الجامعة التي إذا دخلت على ناس الحرس قال وضعت خمارها على راسها، فإذا توارت عن أعين الحرس قال ألقت خمارها على كتفيها لتواصل مسيرتها النضالية.
نضال كله بالتبرج وقلة الأدب. فهمت؟ طيب هل ده يجمع صفات الحجاب؟ هل ده يدخل في الوجه الكفين؟ واحدة تلقاها لابسة ضيق ضيق ما قادرة تمي ذاته، ده لو كانت دفارة الزمان ها والله إلا الدعابة المنجنيق عشان تخش جوا، كويس؟ ضيق ما قادرة تمش في الواطة ذاته. فهمت؟ الألوان تلقاها مزخرفة ومزركشة وتفتن. فهمت؟ اللبس الشفاف الذي يشف ما تحته والذي يعرض تفاصيل الجسم كلها، وفي واحد قصير لا يستر جميع البدن، هل ده يدخل في الوجه والكفين؟ واحدة تلقاه اسمه حبيبي شطفني، أظن فهمت الحديث غلط، تلقاه لابسه ليه هنا؟ الحديث بتاع إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ده حق الرجال، بتلقاه لابسه ليه هنا؟ وبعد ده تلقاه عامله لها خطوة، فهمت؟ وتجي تقول لك أنتم متشددين والنغاب، كده قبل النغاب الخطوة دي أقفليها وشي، فهمت؟ والبسي لك لبس زي الناس. ما ده يا أخواننا الحاصل، ده الحاصل الآن، ده لابد الناس يتكلم عنه، فهمت؟ ده فساد. ربنا سبحانه وتعالى أمر المؤمنة إن إذا خرجت من بيتها تخرج متسترة، تخرج حية حية، فهمت؟ ما تخرج زي ده. مرة بيجاي هنا في الانتخابات زمان مع أنصار السنة، واحد من أنصار السنة واقف بيجاي وشيوعيات خشات شايتات كولين، أي كوز ندوس ودوس ما بنخاف. فواحدة جاية خاشة قال لها ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. أنت عارف تبرج الجاهلية الأولى كان عبارة عن شنو؟ كان واحدة بتكون لبسها كله سابق واسع وفضفاض، لكن بتمرخ خصلة من شعرها، خصلة من شعرها، وبتفتح فتحة صغيرة هنا، فتحة الجيب دي كده. يعني لو نسال جاهلية جان هنا الجامعة دي بشيل معايا مطرق، والله شيل معايا مطرق. الميم قرا لها الآية دي قال لها ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، ديك مشت. الثانية شيوعية قال لها ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، قالت لي برج ميتينك والله الذي لا إله غيره، لأنه دي ما عرفها آية ولا عرفها حديث ولا عرفها شنو ذاتها، عرفتها؟ دي ياسي تتكلم معاه، دي أنت بتقدر تتكلم معاه؟ يا ناس ده هوس، ده هوس. فده الحجاب ربنا سبحانه وتعالى أمر به والمؤمنات، وده كان في السلف في الزمان الأول بيعرفوا به المرأة الحرة العفيفة من غيرها، المرأة الحرة العفيفة من غيرها، عرفتها؟ ونسوان تلقاهن يتكلمن ويعلن صوت، بنات تلقاهن مختلطات مع الرجال وغشات في الفتة، وين الحياة؟ واحدة تلقاها خاشة في الفتة وعرقانة بتعمل كده، يا بنت الناس وين الحياة بتاعك؟ في ناس قد يكونوا مثلا المناظر دي ما شافوها، لكن نزلوا ناس الجامعات دي، كل الجامعات ما الجامعة دي برا، فهمت؟ جامعات كثيرة جدا ناس تلقاهم خاشين في الفتة، فهمت؟ وتلقاهم بيتضاربوا، ودي بتتضارب لأنه يا أخواننا الحواجز انتهت، الحواجز دي اتمحت في القلوب، وبقت تشوف اللي بيتضارب معاه ده بيشوفوا واحد زيها واحد، عشان كده بقت تتضارب معاه، كويس؟ وتلقاهم بيتشاكلوا ويتساككوا في الجامعة، يا ناس الحاصل شنو؟ الجامعة دي الحاصل فيها شنو؟ والجامعات ذاته الحاصل فيها شنو؟ كويس؟ وغيرها من المسائل، ده غير التشبه بالرجال ولبس البنطال وغيره من المسائل الموجودة. فالمرأة الواجب عليها أنها تتقي الله سبحانه وتعالى وتتشبه بالمؤمنات، وكون المرأة تتستر وتلبس اللباس الشرعي ده ما ينقص في شخصيتها من شيء ولا يمنع من العلم في شيء. ها؟ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عنها أهل السير قالوا ما غاب علم عن الصحابة فسألوا أم المؤمنين عائشة إلا وجدوا عندها منه علما، عرفت؟ فما بيمنع العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان عنده شيخات شيوخ نسوان، شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله وغيرهم من العلماء أخذوا من نساء عالمات تقيات، لكن كن هؤلاء العالمات كن يتسترن ويحفظن أنفسهن وينضبطن بالذي ضبطهن به الشارع الحكيم، عرفته؟ ما كان بمرق ساكت، بمرق ساكت. الليلة الشغلة دي بقى الشغلة عجيبة ذاته،